باش يمكن نضمنوا واحد نسبة انه قمر طافع ونصلحوا هذوك الاوراش ونخدموا دوك الاوراش اللي خدامين. اذا هذا مشروع حاليا ماشي مشروع ديال انا الان فيه، ولكن مشروع ديال البلاد. بغينا الاصلاح لهذه البلاد من هذه التجربه عاد تستمر. انا كنقولها واخا في لون حزب اخر، انا كنقول وجهه النظر ديالي ان هاد الناس اشتغلوا وخصهم يستمروا، وهذه الاوراش اللي فتحوا خصها تزيد تستمر. وانا مستعد نخرج مع السي احمد المتصدق مع ونقول هذا الكلام، لابد هاد الناس خصها تستمر هاد التجربه، لان فيها مصلحه البلاد ومصلحه شي حدا اخر. مصلحه البلاد تستمر هاد الاوراش وتصلح، لان المواطن حاليا ولا تيثق في الحكومه، قبل ما كان تيثق فيها ولا تيثق. تيقول هاد الناس راه تيقدروا وتيعملوا وعندهم واحد الحاجه اللي مزيانه هي نظافه اليد. لا ماشي تيخفوا، ما تيسرقوا، ما جاوا يسرقوا، ما جاوا داكشي. هاد 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 الجوانب خصها تستمر، وهذا مشروع ديال البلاد اللي بغيناه يستمر ويستمر. بغينا هاد التجربه تستمر، لا بغينا هاد التجربه خصنا واحد النسبه معينه خصوصا كذا تمشي في هذا التوجه اللي بغاته البلاد، اللي محتاجين ليه كذا، اللي محتاجين في هذه الظرفيه الحاسمه دابا، اللي محتاجين حنا عندنا مقبلين تحديات كبيره في البلاد. خصنا الحكومه تستمر، لان هي ضمن الاستقرار، لان هي ضمن السلم الاجتماعي، لان هي اللي عندها مصداقيه، لان مجموعه من الاعتبارات. اذا ان شاء الله باذن الله هذه التجربه مزيانه، الاخوان اللي قدر على شي حاجه يتعاون فيها وفيها من جديد باش تستمر هذه التجربه وهذا الحضور. وانا تنشجع السي السارك على هذه المبادره وتنشكره عليها، لان مبادره في محلها وفي مكانها وفي وقتها مع التعاون مع الاخوان. وتنعاود ناكد وتنعاود اي واحد بغى لاصلاح هذه البلاد وبغى الخير لهذه البلاد وبغى الامور تستمر، راه لابد تستمر هذه التجربه، راه فيها مصلحه ديال الجميع، مصلحه ولادنا، ومصلحه هذا المغرب، ومصلحه البلاد. دونك هذا هذه هي، سمحوا لي انا ما كانت كاع برمج باش ندخل، ولكن شهاده لاخواننا انه بعد السي خوري السي خليفه والسي ساسه واحد الخوت ديالي اللي ما تنتفرقوش مده كذا، واللي بغيتهم يزيدوا يتشجعوا في هذه التجربه، لان تجربه مهمه وتجربه حاسمه. شكرا.